كتير جدا بيجي لنا الناس بتشتكي من الافرازات الدمعيه الزياده اللي بتكون موجوده عند القط، او بيكون في غيامه موجوده على العين، او في نقطه ظاهره في وسط العين هم مش عارفين ايه سببها الحقيقه. مشاكل العيون عند القطط من الحاجات المنتشره والكتير جدا دوت، لان العين المفروض ان هي محميه طبعا، وربنا حميها بثلاث جفون مش بجفن واحد. القطة عندها جفن تالت غير البني ادمين، زائد الدموع اللي بتكون موجوده فيها. لكن لان العين بتبقى مفتوحه معظم الوقت بالنسبه للقطط، فممكن يحصل عندنا مشاكل بسبب الاتربه، خصوصا وهي بتحفر في الرمله علشان خاطر تستخدم الرمله عشان تعمل تويلت او اي حتى رمله في المواسم الخريفيه اللي فيها بعض الاتربه. فبيكون عندي مشكله كبيره جدا، وهي مشكله التهاب الملتحمه بتاعت العين او التهاب الجفون. التهاب الجفون دوت من الحاجات الشائعة اللي بتحصل نتيجة الأتربة. بيحصل عندي التهاب وورم في الجفن بتاع العين، احمرار في الجفن بتاع العين، وبعض البروزات الخفيفة اللي ممكن تكون موجودة نتيجة الالتهابات ديت. بتزيد إفرازات العين الضعف نتيجة الحرقان اللي بيكون موجود فيها، والإحساس اللي بيحسه القط إن في حاجة مش مظبوطة. ولما تزيد الإفرازات بتاعة العين والتورم، تبدأ العين تتقفل، وتبدأ الصبح تكون إفرازات لزجة اللي بنسميها العماص بتاع العين. في الحالات اللي زي ديت ما تستناش، ولازم تتوجه للطبيب البيطري مباشرة، لأنها حالات خطيرة، وممكن التهاب الجفون أو التهاب الملتحمة بتاعة العين يؤدي إلى حدوث قرح في القرنية بتاعة العين زي ما هنقول. وديت علاجها بيكون بسيط، وفي الغالب بيكون أحد مراهم العين اللي بيحددها الطبيب البيطري على حسب الحالة. وكل حالة التهابات ملتحمة بتعالج بمرهم معين بمكونات معينة، دي حاجات بيحددها الطبيب البيطري. مش أي مرهم للعين لازم نستخدمه، ومش كل مراهم العين ينفع نستخدمها. في بعض الحالات ما ينفعش استخدم فيها كورتيزون. حتى مش أي مضاد حيوي ممكن نستخدمه، الدكتور هو اللي بيحدد على حسب الحالة المضاد الحيوي المناسب للحالة دي. الحالات التانية اللي ممكن تسببها نتيجة إهمال مشكلة الجفون، وهي القرحة في القرنية بتاعت العين. نبقى عارفين إن القرنية بتاعت العين هو الجزء الشفاف اللي على العين من بره، اللي بيسمح بدخول الضوء جوه العين، وبالتالي بتتم الرؤية. لو حصل احتكاك نتيجة أي سبب، سواء بقى الجفن الملتهب اللي كان فيه حبوب اللي قلنا عليه، أو كان بعض الأتربة اللي علقت جوه العين، أو بعض رموش العين، او بعض الحالات المرضيه التشريحيه اللي بتحصل انقلاب الجفن، ان الجفن يكون مقلوب لجوه، فبيحصل احتكاك ما بين شعر الرموش بتاعه العين والعين باستمرار، فبيحصل المشكله بتاعه القرحه في القرنيه بتاعه العين. ونتيجه ان قرنيه العين غير ما بتتغذاش يعني باوعيه دمويه، ما فيش فيها اوعيه دمويه لانها شفافه زي ما قلنا، بتكون علاجها من اصعب الحالات. فلو شفت اي خدوش او خرابيش او نقطة بدأت تظهر في عين القط، لازم تتوجه مباشرة لأقرب طبيب بيطري. الحالات اللي زي دي بتكون من الحالات الصعبة جدا، واللي ممكن نتدخل فيها بعملية جراحية علشان خاطر ندي فرصة للعين ان هي القرنية تلتئم. وممكن نخلي العملية دي عشان خاطر تتعمل القط يقعد ما يشوفش بالعين دي فترات طويلة، وسواء تغطية العين أو استخدام علاجات على العين في الفترة دي والقط ما يشوفش بيها، هتكون من الحاجات المزعجة جدا لي. ولذلك لو لاحظت أي تورم في الجفون، لو لاحظت أن العين بدأت لونها تتغير، لو لاحظت أن في عتامة أو مية بيضة بدأت تحصل، ده معناها أن القرحة بتاعة القرنية وصلت للطبقات الأخيرة من القرنية، وعدى جزء من الدموع في الجزء بتاع العين نفسه، فبدأت تديك العتامة اللي بتشوفها على العين، أو الجزء الأبيض أو بنسميه بعض الناس بتقول عليه مية بيضة، لازم تتوجه مباشرة للطبيب البيطري علشان خاطر ممكن يؤدي إلى ان القرحه توصل لحد الانتيريور شامبر او الحجره الاولانيه من العين، وتفقد سائل العين، ويحصل ضمور، والعين بعد كده بنسميها تتصفى، ونضطر ان احنا نعمل عمليه لازاله العين.